مفهوم مستحدث عندنا، يعني حنا تنعرف الحقوق الاجتماعية، تنعرف الحقوق الدولة الراعية. هذا مفهوم الدولة الاجتماعية مفهوم حديث، طبعا حاجة واحد عدد من المحطات وحد أحداث. نقاش اليوم يناقش موضوع دي أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع المغربي، ألا هو مفهوم الدولة الاجتماعية، تحديات الواقع، الإكراهات والإيجابيات والسلبيات ديال تنزيل هذا المشروع. هذا مشروع واتش ضخم، فيه مجموعة من التحديات بالنسبة للميزانية ديال الدولة، فيها مجموعة من الإيجابيات بالنسبة للطبقات الهشة والطبقات الفقيرة. نقاشنا اليوم تناقش جميع هذه الأمور اللي تتمحور حول ثلاث محاور أساسية. أولا، ما مفهوم الدولة الاجتماعية، وهل عندها علاقة مع الأمن الاجتماعي بصفة عامة؟ الدولة الاجتماعية مفهوم حديث في عدد من المجتمعات، يعني تم ظهر عن طريق واحد المجموعه من الصراعات السياسيه والصراعات النقابيه والصراعات المجتمعيه لحصول الحد في البلد ديالنا، جات عن طريق مسائل منظمه، مسائل ممنهجه. الا ان اكبر اشكال يبرزه تنزيل هذا مشروع الدوله الاجتماعيه هو المشاكل المتعمقة حاليا في كل ما هو تمدروس، في كل ما هو تطبيب، والإشكاليات ديال التقاعد والفك الهشاشة والعزلة على واحد المجموعة من المناطق. هذه الأمور هذه كلها حاليا موجودة مجموعة من الأفكار من أجل يعني حل هذه الإشكالات، لكن تتبقى التوازنات الماكرو اقتصادية والميزانية الدولة، لأن من أجل تمويل أو تنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية يلزم ميزانية ضخمة. الأموال المرصودة حاليا اللي هي تقريبا واحد 50 مليار ديال الدرهم ستبقى غير كافية لسد ثغرات وحل جميع الإشكاليات. الإكراهات الجوهرية التي يعيشها تنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية، أولا تستلزم واحد نوع من البنية التحتية، مثل نقولوا بنية تحتية ليس بالمفهوم المادي، وإنما بالمفهوم المؤسساتي، بالمفهوم السياسي، بالمفهوم الديمقراطي، لأن هذه الحقوق الاجتماعية تستلزم أولا واحد الحقوق سياسية، ومن بعد حقوق اقتصادية، وعاد نقدروا نوصلوا لمستوى الجيل الثالث من حقوق الإنسان، ما يقدروا نسموها العدالة الاجتماعية أو الحقوق الاجتماعية. يعني كاين مشكل أولا ديال التراتبية، مشكل ديال تجويد المؤسسات وتجويد الحقوق، لأن الحقوق متواجدة ولكن ليست بالجودة الكافية. الإشكال الثاني هو الإشكال ديال المساواة ما بين المجالات والقطاعات وما بين الفئات الاجتماعية. الإشكال الثالث الحقيقي والصعب هو مسألة ديال التمويل. كما يعلم الجميع، هذا التمويل الحماية الاجتماعية بصفة عامة كاين واحد جزء يؤديه المشاركين المنخرطين أو المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وجزء آخر من الدولة. وعلى حسب يعني التقييم اللي موضوع حاليا، سيصعب أن يكون عندنا نوع من الحماية الاجتماعية في الجودة التي يستحقها المواطن أو يستحقها المغرب بالميزانية المرصودة حالياً.